باب في اليقين والتوكل، باب في اليقين والتوكل، لأن خرجنا من باب التقوى، خلنا في باب اليقين والتوكل. كعادة المصنف رحمه الله ساق مجموعة كوكبة من الآيات البينات من كتاب الله سبحانه وتعالى للتدليل على هذا الباب ولبيان هذه المنزلة العظيمة في ديننا، وهي اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمتسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. هذا كلام النووي عليه رحمة الله. إذن الآية الأولى فيقول فيها الله سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طبعا هذه الآية مرت بنا في السيرة في صورة يعني في غزوة الأحزاب أو الخندق، وكيف اجتمع يعني القبائل وعلى رأسهم قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق ذلك خيانة اليهود لعهدهم مع للنبي صلى الله عليه وسلم أو عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتموقعون على في أرض أو على أرض هي في ظهر المسلمين، وكان الأحزاب والاجتماع الذي اجتمع العرب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في وجه المسلمين أمامهم. أهل الإيمان لما رأوا هذا الاجتماع، المؤمنين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على عكس المنافقين، لما رأوا هذا الاجتماع رغم الضعف والفقر والجوع والهوان اللي كانوا فيه، يعني الضاعة اللي كانوا فيها والضعف اللي كانوا فيه، ولكن الإيمان يتغلب ويعلو على كل شيء. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، هذه الأحزاب اللي اجتمعت عليهم على قتالهم وهم في تلك الحال، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني ازداد يقينهم بالله سبحانه وتعالى وبما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. على بالكم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحفر في الخندق أخبرهم أننا سنأخذ يعني نفتح بلاد كسرى وبلاد قيصر واليمن يعني صنعاء وسنأخذ كنوزها، وتصوروا هما في ذاك الضعف وهما يشوفوا بلي راح هلاك هلاك حتمي، يعني هلاك حتمي، يشوفوا الموت ويشوفوا وهم في جوع وعطش وحاجة وضعف وخوف شديد وزعزعة كبيرة. يعني لما يشوف الإنسان نفسه أنه سيهلك ومن بعد يجي يخبر واحد يقول له على بالك باللي راح نفتحوا الأرض الفلانية ونديو الكنوز، وراها احنا ما خرجناش من المدينة ما خرجناش من مكة ونحوسوا على ماذا؟ على أرض فارس وأرض الروم وأرض النصارى باليمن واليهود باليمن. فكأنه خيال، يعني خيال. فالمنافقين بدأوا يبثوا في السموم انتحهم يقول لهم هذا يخبركم بالله راح تديوا كنوز كسرى وكنوز الروم قيصر وكنوز صنعاء وانتم ما زال ما خرجتوش من الوحل اللي راكم فيه، ويبدأوا يديروا يضعفوا
في الناس ويثبطوا في الناس وخوفوا في الناس، هذه حالة المنافق، هذه حالة المنافقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شوف المنافقين، لأن الناس انقسموا في هذه الغزوة في هذا الحال إلى طائفتين. جماعة شافوا بالإيمان، يعني شافوا بالله تعالى، الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم قد يعني صدقوه في الشيء الذي وعدا به، والطائفة الأخرى شافت بلي هذا الكلام تاع الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا غرور، ما هو إلا أمنيات فارغة، آمال ضائعة، وأن الهلاك قريب، وأن الهلاك قريب. ولكن أهل الإيمان بيقينهم وبتوكلهم على الله سبحانه وتعالى نظروا بهذه العين، فصمدوا وصبروا حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليهم في هذه الغزوة بلا قتال، فض الله سبحانه وتعالى عنهم العدوان، وتفرقت الأحزاب وذهبت بدون أن يصاب مسلم بأذى. واليقين في الحقيقة هو الأرضية الخصبة للتوكل، فالتوكل ثمرة، التوكل ثمرة اليقين، لا يكون التوكل إلا بيقين. واليقين هو قوة الإيمان والثبات والتصديق، فإذا كان الإنسان عنده قوة إيمان وثبات وصدق يرى التوكل على الله سبحانه وتعالى، والتوكل هو تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه في كل الأمور ظاهرا وباطنا، كل الأمور الظاهرية والباطنية يعتمد فيها الإنسان اعتماد قلبي على الله، ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى أنه ينجز وعده، وأنه يدفع عنه، وأنه هو الذي يفتح عليه، وهكذا في كل الأمور. ولذا إذا علق الإنسان قلبه بغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك وأعطى لغير الله عز وجل، لغير الله حقا هو لله سبحانه وتعالى. وهذه التي تعرف بالأعمال القلبية، كاين الأعمال الجوارح وأعمال القلب. أعمال القلب تنطلق من التصديق والثبات والإيمان الجازم بما عند الله سبحانه وتعالى والمحبة لله عز وجل، ثم تأتي الأعمال الأخرى. الأعمال الأخرى منها الذي ذكرنا الذي هو التوكل، ثمرة من ثمرات اليقين. وانظروا الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي يتوكلون على الله، وأي يعني توكل، نعم التوكل ونعم الوكيل هو الله سبحانه وتعالى، فانقلبوا بنعمة من الله وفضله، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وهذه الآية في غزوة ماذا؟ أحد، في غزوة أحد. هذه الآية بعدما أصاب المسلمين ما أصابهم من جروح وقتل، مات من الصحابة رضي الله عنهم 70 من الصحابة قتلوا في هذه الغزوة، وكانت في الحقيقة خسائر فادحة، وكان يعني التفوق، حتى لا أقول النصر لأن النصر دائما للمسلمين، أقول التفوق هنا في يعني من حيث المادي كان للكفار، وأخذ المسلمون من هذه الغزوة درسا يعني عظيما بل دروسا. قال الله سبحانه وتعالى: لما ولى المسلمون أدراجهم إلى المدينة جاء منادي ينادي أن الكفار قد اجتمعوا مرة ثانية حتى يجهزوا على المسلمين
الجرحى والذي والذي والذين أثقلهم يعني القتال وأضعفهم القتال، يعني ذهبت يعني ذهب جهدهم، فأرادوا أن يعودوا عليهم عودة أخرى وكرة أخرى حتى يجهزوا عليهم، لأن المسلمين صارت الطاقة بتاعهم يعني خاوية، صارت طاقتهم ضعيفة، فقال حتى لا نضيع الفرصة تعال يعني نكمل ما تبقى ونجهز على ما تبقى من المسلمين ضربة واحدة. فجاء المنادي ينادي أن الكفار سيعودون حتى يكملوا المهمة، وأهل يعني الإسلام والصحابة رضي الله عنهم كانوا في حالة يعني شديدة تعب والضعف والجرح، فاجتمعوا مرة ثانية لما ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم يا خير الله اركبي رايا نعاود نولو، نعاود نولو وجهه ما خليهمش يدخلوا للمدينة، لازم نعاود نولو. فالنبي الصحابة رضي الله عنهم اخذوا يعني بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعوه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، خلاص نكملوا عليها احنا ثاني، احنا ثاني ما نولوش للضر رغم التعب ورغم الجراح ورغم الحالة اللي رانا فيها نتصدوا لهم. شوف الذين قال لهم الناس، إن الناس مقصود المشركين، قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. شوف إن الناس المقصود بهم الناس اللي أصابهم الخور، أكثرهم أهل النفاق، قالوا ردوا بالكم اخشوهم خافوهم، الخطر راح يكملوا عليكم. نعم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أي أبو سفيان ومن معه قد جمعوا لكم الحشود وراح يعاودوا عليكم بالكرة للإجهاز عليكم يعني مرة واحدة، فاخشوهم خافوا منهم إياكم منهم. فزادهم إيمانا. وهذا هو المؤمن يشجع في المضايق ويشجع في يعني في الكرب والأمور العسيرة، المؤمن يبان الإيمان نتاعه في هذا المواطن، وإلا الإيمان اللي يبان في أيام الراحة وأيام العيش الرغيد وأيام السعة أنا موش إيمان. كما قلت لكم أنا فيما مضى نظن مش عارف إذا كان اليقين أين يظهر اليقين؟ يظهر اليقين بأنك على حق وأن الإسلام سينتصر وأن دين الله يعلو ولا يعلى عليه. متى؟ في أيام الضيق وفي أيام الشدة، أما في أيام الراحة قاع الناس تغرد بالإسلام والإسلام، عم يشوفوا القنوات 20 قناة 30 قناة مليحة، ولكن هم بدأوا يتراجعوا في بعض الأمور حتى صارت بعض القنوات هي وقناة أخرى يعني ما عارف كيفاش نسميها، يعني ما كانش فرق بينها. الآن صارت حتى القنوات نتاع الغناء ونتاع الفسق ونتاع الفساد تجيب الدعاة ويديروا كذا، تشوف في رمضان عجيب يعني قناة نتاع فساد وتجيب داعية مشهور كيقولوا داعية مشهور يعني بالاسم هذا الظاهري يعني، إلا الحقيقة شيء ثاني يعني مفهوم. فعادي فالناس قاعدة تغرد بالإسلام لأنها صارت سلعة منفقة، الآن ذوك اللي يحب يترفه بالإسلام ولا التجارة بالإسلام الآن. ولكن الله يعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين، طبعا احنا ما ندخلوش في النيات نتاع الناس، ولكن يعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. وإلا في وقت مضى كانوا يستحيوا باش يديروا حديث ديني يديروه لنا وقت الفطور، حديث ديني يديروه لنا كي نكونوا ناكلوا في رمضان يدير لك الحديث الديني ويديروه في أوقات الناس ما تسمعلوش كاع. أما الفيلم الأمريكي وكذا يندار في وقت والأمة قاعدة تجتمع في البيت باش يشوفوا الفيلم، هذا في وقتنا احنا في الثمانينيات وكذا، أما درك كل واحد عنده قناة وحده. فكان الدين مشدد عليه، وهذه خطة باش يقول الإسلام مبتذل، سربي بالدين سربي. الإسلام يولي مبتذل لما يكثر هكذا الأمور، تكثر تولي مبتذلة، رأيتم؟ فالناس هنا يولي عندهم اليقين أن الإسلام ولا باس الإسلام، بس حكي يولي الضيق
وتولي الدعوة ماذا؟ مشدد عليها، وتولي كلمة الحق مشدد عليها، وكلمة لتنور القلوب وتدخل الإيمان والبشاشة في القلوب وتقربها الرب سبحانه وتعالى. هي مضيق مضيق عليها وراها لي كلهم الناس كلها تدور تجارة تحت ويجور دقري ويقول لك آه ما بقاش إسلام وما بقاش كذا وما بقاش كذا والإسلام والدين راح يروح والناس راح تهلك والناس كذا. ما عندوش يقين، ما عندوش يقين بالدين هذا ينصره ربي موش انت اللي تنصره. لكن شوفوا الصحابة رضي الله عنهم مهما كانت الشدة مهما كان يعني الضيق مهما كان قتال وجهاد وهذه أنفس راح تروح وهذه دماء راح تسيل وهذا جوع وهذا عطش وهذا عراق والناس تمشي بلحظة وواحد رأسه مشقوق وواحد نفس سنطاح وسنانه يعني كسرت رباعيته وشج رأسه ودخل المغفر دخل في رأسه عليه الصلاة والسلام. مع هذا قال ما ينعود له واش داروا؟ قالوا فزادهم إيمانا، فزادهم الأمر إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله كافينا، حسبنا بمعنى كافينا، أليس الله بكاف عبده؟ يكفينا الله تعالى معنا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة، شوف شوف الحالة اللي كانوا فيها، فانقلبوا يعني عودوا الله، فانقلبوا بنعمة. حتى أن بعض أهل العلم داروا هذا الانقلاب وهذا العودة عند المسلمين بعد أن أخذوا برأي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا بأمره وركبوا وعاودوا ولاو باش يواجهوا العدو، والعدو هرب انصرف ما ولاش على الحقيقة. قالوا هذا انتصار، غزوة ثانية، أحد ثانية، كاين بدر أولى وبدر ثانية، كاين أحد أولى وأحد ثانية. قال هذه أحد ثانية لأن العدو ما ولاش والمسلمين رايحين له رغم ما بهم من جراح ورغم ما بهم يعني من ضعف ونهك في الصحة والأجساد، ومع هذا عادوا للعدو والعدو لم يعد. قال فهذا نصر ثاني، هذا هو النصر. قال فانقلبوا بنعمة، شوف هذه سماها ربي نعمة، نعمة بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى يعني على المؤمنين ورضوان من الله سبحانه وتعالى عليهم. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. هنا فيها واحد اللفتة عجيبة في الآية هذه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن كثير من الناس يتوكلون على الميت الذي لا يحيى. ترى الناس تتعلق قلوبهم بمن؟ بالميت الذي لا يعود إلى الحياة حتى يبعثه الله يوم القيامة بالقبور. لفتة عجيبة في الآية هذه. إذا تتوكل توكل على الحي الذي لا يموت، ما هوش على الميت الذي لا يعود ولا يحيى إلا إذا بعثه الله وبعثنا معه يوم نلقاه. فالناس تعلق قلوبها بالعباد الذين يموتون ولو كانوا أحياء، والذين يموتون ولا يعودون ويتركون الحي الذي لا يموت. فتوكل على الحي الذي لا يموت، فالحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى. الموت مكتوبة على المخلوق لا على الخالق عز وجل. فإذا كنت متوكلا فتوكل على من كانت حياته دائما. نعم طبعا التفاصيل تأتي إن شاء الله في وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لأن أهل الإيمان لا يتوكلون إلا على الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل إيمانهم. وإلا من كان مؤمنا وعلق قلبه بغير الله عز وجل ورأى أن غير الله عز وجل يقضي حوائجه ويخرجه من الضيق الذي هو فيه، فمن علق فاقته يعني بالناس وعلق حاجته بالناس جعل الله عز وجل فقره بين عينيه، ومن علق فقره بالله وأنزل حاجاته بالله سبحانه وتعالى أغناه الله ولو غناء النفس ولو بعد حين. فإذا عزمت فتوكل على الله الذي ينوي ويعقل قلبه على أمر يفعله في الخير فليتوكل على الله سبحانه وتعالى. كل عمل ذبال و
عمل خير وبر يستعد الإنسان لفعله أو يعزم على فعله بعد استشارة أو بعد استخارة، فما عليه إلا أن يتوكل على الله بعد ذلك، فالله تعالى يوجهه وهو الذي يبين له السبيل وينير له الطريق إن كان خيرا يعني عاد عليه بالخير. الله سبحانه وتعالى كمل له يعني صنيعه أو فعله ووفقه إليه وسهل له السبيل، وإن كان في هذا الأمر يعني ما يعوق وأراد الله أن يبتليه ولو شرع فيه، ولو شرع فيه وتوكل على الله سبحانه وتعالى واستخار واستشار ثم وقع له ما وقع، فليعلم أنه خير، أن هذا الأمر خير، لا يعني أن استخارته باطلة واستشارته كانت يعني مع الناس لا يعرفون، لا، عن تجربة، ولكن الله أراد أن يبتليك، ولنبلونكم يعني بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة، هذا قال النووي، ثم قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه الله، حسبه بمعنى كافيه، الله كافيه، يكفيك الله إذا توكلت على الله وزيد، ما عندك ما زيد، لا تضيف لله سبحانه وتعالى شريكا آخر تعلق قلبك به، فالله سبحانه وتعالى كافيك. ومن أشرك مع الله في هذا الباب وزاد مع الله الناس أو جعل ربي في آخر القائمة أو جعل الناس يقضي له الحوائج نتاعه في أول القائمة، فهذا قد ضيع الله، ومن ضيع الله فلا عوض الله عليه. قال وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت، هذه أوصاف المؤمنين، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني إذا ذكر الله في المواعظ أو القرآن أو شيء، وإذا كما قال ذكروا بآيات الله لم يخروا عليها صما وعميان، فوجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم أي خشعت قلوبهم لله سبحانه وتعالى وحنت ورقت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، الإيمان يزيد بقراءة القرآن، ولهذا ابتلي قلبك وامتحنه في أربع مواطن قال العلماء في قراءة القرآن، فإذا كان إيمانك يزيد فاعلم أن القلب سليم، وإذا رأيت إيمانك ينحط شيئا فشيئا ولا يزيد إيمانا ولا تعرف سبيلا للإيمان وأنت تقرأ القرآن فاعلم أن لديك ماذا؟ قلبا مريضا، فاسعى يعني بطلب الدواء. وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون أي لا يتوكلون إلا على ربهم، وهذا اختصار، وهذا فيه تقديم وتأخير للعامل والمعمول كما يقال في اللغة، قال وعلى ربهم ويتوكلون، ما قالش ويتوكلون على ربهم، قد يفهم على ربهم وعلى غيره، قال وعلى ربهم يتوكلون دليل على أنهم لا يتوكلون إلا على ربهم، وأن الله سبحانه وتعالى هو حسيبهم، هو حسبهم وهو وكيلهم عز وجل، كما هو الشأن في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلاك، يعني لا نستعين بغيرك ولا نعبد غيرك، ما قالش نعبد إياك ونستعين إياك، دليل على الاختصاص، أن الله سبحانه وتعالى وعلى الحصر، وأن العبادة محصورة في الله، وأن الاستعانة محصورة في الله، لأن لو قال نعبد إياك ونستعين إياك لكان إياك وغيره محتمل، معه غيره محتمل، ولكن إياك نعبد ما كانش الخرجة من جهة أخرى، خلاص ما غلقت البيبان، أن العبادة لله وحده والاستعانة بالله عز وجل وحده لا شريك له. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولإخواني والحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيكم خير الجزاء على هذا الصبر، نسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم بحوله وقوته.